أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، هذه الفقرة هي قضية اليوم، نتحدث فيها عن منح حق الضبطية القضائية للمواطن المصري، وهذا ما أكده المستشار طلعت عبد الله النائب العام أمس، أن حق الضبطية القضائية هو حق قانوني للمواطن يجب تفعيله لإعطاء المواطنين حقهم في القبض على المخربين وتسليمهم للشرطة. إذا قضية اليوم أذكركم هي حول حق الضبطية القضائية للمواطن، سنستقبل آراءكم وتعليقاتكم حول إمكانية تطبيق هذا الحق في سبيل المصلحة العامة للوطن والمواطن. نستقبل اتصالاتكم على الأرقام المبينة على الشاشة والتي تظهر تباعا. أيضا لو هناك تواصل من خلال صفحات الإنترنت على الفيسبوك وتويتر فنحن أيضا سنعرض لها. هناك أسئلة كثيرة سأطرحها عليكم في هذه الفقرة، كيف تقيم إعطاء حق الضبطية القضائية للمواطن؟ كيف يمكن استغلال هذا الحق بدون إساءة بما يضمن مصلحة المواطن والمصلحة العامة؟ هل من الممكن أن يكون له تداعيات سلبية في حال تطبيق المواطن لهذا الحق تطبيقا سيئا أو سلبيا؟ معنا محمد حسن من بني سويف. أستاذ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام يا أستاذ محمد. لو سمعت اديني وقت بس عشان اديك رأيي. تحت امرك، اتفضل. مواطن عادي. اولا اهلا بيك. الضبطيه القضائيه اللي هي للجان اللي يشكلوها دي لازم منها، لان طبعا الشرطه من زمان، من اول الثوره ومن قبل الثوره، عارفين ان الشرطه مضبطه ما بتعملش اي حاجه. احنا بنمشي في الشوارع ما بنلاقيش اي شرطه غير على المصالح اللي هي الحكومه اللي تهمه، انما الشوارع والاماكن والحاجات دي مفيش حد ما يقف فيها. لازم الضبطيه القضائيه، لازم الضبطيه القضائيه، لان المفسدين في البلد كتير يا استاذ. الشعوب طبعا كل مكان وزمان تعلم تعيش حياتها بسلام وامان، تسعى على رزقها وتصدق الخليج وتشكر الرزاق، تتحمل الجوع وتصبر على الحرمان، لكن ترفض حياه الذل، ترفض تعيش في هوان. الشعوب بشر طبعهم احرار، ترخص الروح لان الوطن غالي، ما يسمحوا ابدا. طيب يا حاج محمد، الشعوب منجم داب. يا حاج محمد، في كميه بركان. حاج محمد، كميته بركان يتهز هز يزلزل الزلزال، يعني الشعب هيحمل بلد. طيب يا حاج محمد، هسألك بس سؤال، ربما في ناس هتتفق معاك في اللي حضرتك قلته، لكن في ناس تانية. طيب اسمع سؤالي الأول. طيب هاسمع سؤالي عشان تجاوب براحتك، تمام؟ في ناس تانية هتختلف معاك. يعني تعالى نضرب مثل، مثلا لو اتنين عيلتين اتخانقوا في الشارع عندكم في محافظة الفيوم، مين يعني يقبض على التاني عشان يسلمه للنيابة أو للشرطة؟ طيب لو انت ماشي في الشارع وشفت واحد بيتظاهر مثلا باي شكل من الاشكال، وانت شايف ان هو المفروض يتسلم للشرطه، واحد تاني شايف انه ما يتسلمش للشرطه، مش ده ممكن يعمل مشاكل؟ يعني اذا كان هذا الحق كفله القانون، لكن كيفيه تطبيقه هي المشكله. يعني ازاي نعمله، ازاي نطبقه، هل هيبقى له سلبيات ولا ايجابيات؟ اتفضل يا حاج محمد. يا استاذ، كل بلد عارفه نفسها، كل بلد عارفه نفسها. وبعدين يبقى في شهود، في شهود، وطبعا اللي ما يتمسك اما يبقى من وظائف ثانيه جاي حرامي جاي يفسد، ما فيش شهود، ما فيش تبليغات حد، وكل الناس عارفه بعضها، اللي في الاماكن المحافظات والقرى والحاجات دي. الراجل المفسد اما يجي البلطجي من خارج المحافظه يسرق يحمل، مفيش حد يتدلع على جاره ولا حد يجيب واحد، دي ممنوعه. عشان واحد جاء يتدلع عليه، لا، هيبقى قرار، معلش، واحد يكون محل التسجيل وجانب الناس ومش عارف المحاضر العاديه دي، لما المحاضر الجراميه لازم يكون عليها شهود بقى. شكرا جزيلا. حاج محمد حسن كان معانا محافظة الفيوم. هنتقل إلى محافظة العريش مع الأستاذ حسن. أستاذ حسن، الحاج محمد حسن من الفيوم بيرى أن لابد من تطبيق هذا الموضوع، هذا الحق للمواطن، يضبط فيه ضبط قضائي لكل خارج عن القانون، لأنه هذا اللي هيحمي الشعب، لأن الشرطة دلوقتي مش موجودة. السؤال دلوقتي اللي أطرحه على حضرتك يا أستاذ حسن، هل الـ يعني الموافقة على أن المواطن
يحصل او يمنح على هذا يمنح هذا الحق انه اعتراف ضمني بان الشرطه انتهى دورها في المجتمع؟ لا انا بختلف حضرتك مع القانون ده الضبطيه القضائيه لان احنا عندنا عادات وتقاليد بالعريش وما ينفعش احنا عائلات ما ينفعش ان انا اجيب واحد من عائله ثانيه وحتى لو هو متهم واجي اعمل خناقه مع العائله الثانيه واعمل مشاجره مع العائله الثانيه ده هيؤدي للفوضى عندنا في العريش في العادات والتقاليد مش كل محافظه زي المحافظه الثانيه يعني عندكم في القاهره غير في المحافظات يعني في العريش كل محافظه ليها عاداتها وتقاليدها ما ينفعش يعني في اي يعني يا استاذ حسن يعني انا كده فهمت من حضرتك ان الموضوع كده لو ترك الى الشعب فكل مجموعه وكل عيله وكل شارع هيطبقه بمزاجه وبالتالي سيكون هناك اختلاف في التطبيق وهيعمل مشاكل هل انا فهمت منك صح كده طبعا كده حضرتك كلامي مع حضرتك لان في اي حته في عائلات وعادات وتقاليد ما ينفعش اطبق القانون ده ويكون طيب يا استاذ حسن استاذ حسن طب يعني هل ممكن الاتفاق على آلية معينة أو شكل معين بحيث يطبق على مستوى الدولة؟ يعني على سبيل المثال كان في لجان شعبية أيام الثورة لا تستطيع يعني لو أنت نظرت إلى كل لجنة شعبية على مستوى الجمهورية في كل محافظة تكاد تكون منظمة كأن هي يعني ورقة بالكربون صح ولا غلط؟ كانت اللجان الشعبية في العريش زيها زي الغربية زيها زي القاهرة لأن ما كانتش موجود شرطة والناس كلها كانت متكاتفه مع بعضيها دلوقتي زادت البلطجه زادت الفوضى تلاقي الناس بتضرب على مديريه الامن يعني انا عايز قانون يعني ايه يعني 200 متر اللي يقرب من مديريه امن من منشاه عامه يحاسب اللي يمسك ازازه المولوتوف دي ازازه المولوتوف دي حارقه يعني دي مفروض ليها عقاب يعني أنت تقول أستاذ حسن المفروض الشرطة هي التي تقوم بذلك مع تنظيم الأمور ما بين الخارج عن القانون وما بين أداء الشرطة شكرا جزيلا لك أستاذ حسن من العريش أتحول إلى أستاذ أحمد محمد من الإسكندرية أستاذ أحمد أهلا بك معنا أهلا وسهلا ازيك أستاذ محمد أهلا بك أنا معك أيمن عموما يعني بس ما فيش مشكلة لا ابدا تحت امرك اهلا بك يا استاذ محمد استاذ احمد انا بسالك دلوقتي استغلال هذا الحق هل من الممكن يبقى في مصلحه الوطن والمواطن ولا هو توقيته خطا ولا ممكن يتاجل ولا ممكن يعاد هيكلته هو المبدا خطا من اوله لاخره تمام احنا هنا عندنا في اسكندريه المسجلين ياما قوي معاك سامعك يا استاذ احمد عندنا المسجلين ياما قوي هنا بالذات في منطقه العجل في حته اسمها مساكن الصينيه في الابداري في الكلانتينا انا ممكن امسك بلطجي اروح اكلمه البلطجي يطلع وانا اللي اقعد باي حق انا امسكه او باي حق احاسب اي حد في الشارع في قانون للدوله وفي ناس مسؤوله عن القانون ده هي اللي تنفذ وتطبق الكلام ده طيب انا هقول لك يعني هحكي لك قصه يا استاذ احمد في الشرقيه مثلا يعني احد البلطجيه وده يمكن اتكرر في الشرقيه اكثر من مره اعتدى على ناس والقريه بالكامل عرفت انه اعتدى وكانت تعرف مسبقا انه بلطجي وقامت بالقبض عليه وسحله يعني قاموا بالدور كله ففي ناس بعض الناس كتبت على الفيسبوك انهم معجبين جدا بهذا الاداء لان هو ده الحل الوحيد مع البلطجيه في ظل تقصير الشرطه عن اداء دورها انت رايك ايه في هذا الحادث لا هو تقسيم الشرطة معروف في ناس مش عايزة أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة أنا المفروض فضي الشرطة اللي يتخلى عن مهامه ويعمل إضراب ويقفل باب اسم دوت ده المفروض يتحكم محاكمة عسكرية لأن دي مهامه ومهنته وبيتقاضى عليها أجر من فلوس الشعب ومن فلوسي ومن فلوس حضرتك ومن أي حد طيب يا استاذ احمد بيقوم بدور الامن والحمايه ما هو يا استاذ احمد بيجي بيقوم بدوره وبيلاقي ناس بتقول عليه ان هو يعني انا اقول لحضرتك على حاجه انا دلوقتي في مشاحنه ما بيني وما بين واحد في شارع طيب وانا ممكن امسكه واروح للشرطه واقول ان البلطجي داخل قاطع طريق ده ممكن يحصل من وجهه نظرك ايوه ده هو ده اللي هيحصل ياما يعني انت عندك لو واحد مسجل انا كنت ماسكه قبل كده وسلمه يجي بعد كده هو يمسكني ويقول عليا مسجل او بلطجي او كنت قاطع طريق ما تفتحش كل واحد في مكانه طيب لو جه كده 10 15 واحد يا استاذ احمد عندكم في اسكندريه قدام مسجد القائد ابراهيم وراحوا جايين قاطعين الطريق ومولعين في
يعني كاوتشوك لا هو او انا اقول لك اطارات، على حاجه، احنا كنا دول مش شايفين ممكن من الناس اول يتجمعوا الثوره عليهم مثلا لحد ويسلموهم؟ النهارده، احنا من بدايه الثوره لحد النهارده عندنا في اسكندريه اي محاوله اعتداء على مسجد القائد ابراهيم، على متظاهرين، على قطع طريق، احنا بنتفضلها. يجي شويه مدسين اللي احنا بنقول عليهم هم طرف ثالث او رابع او كلام من ده، بنتفضلهم برضه. تمام؟ بس اللي عامله النائب العام ده يعني، هو ما عملوش النائب العام، هو مادة أساسا من مواد القانون، ولكن تحدث فيها النائب العام وقال إن القانون كفل هذا للمواطن، يعني هو موجود في القانون، مش بدعة يا استاذ مثلا ايمن، جاء بيها انا النائب مواطن العام. عادي، انا مواطن عادي، انا مسكت واحد وجيت لك بيه، تعرف منين ان المواطن اللي انا ماسكه ده عمل كده فعلا؟ طيب أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد محمد من الإسكندرية، أتحول إلى سوهاج مع الأستاذ محمد. أستاذ محمد، أستاذ محمد من سوهاج، الو. ايوه مع حضرتك، أهلا معاك. ايوه أهلا بيك، سوهاج. اتفضل اتفضل أستاذ محمد. والله انا كنت بس عايز اقول رايي يعني بالنسبه لمنح الضبطيه القضائيه للمواطنين. بصراحه انا مش شايف يعني ادنى عيوب في منح الضبطيه القضائيه للمواطنين، يعني ده يعني كان قانون وتم تفعيله فقط يعني من غير يعني لم يختلق او لم يبتدع يعني على ما اعتقد كده. الماده 37 في القانون موجوده من ايام يعني الرئيس جمال عبد الناصر، دي بس تم تفعيلها حاليا. وانا طيب شايف اي عيوب ليها بصراحه، يعني دي بالعكس كويسه، ويمكن ايه تخفف عن لكن في بعض اساتذه العلوم الثقيل السياسيه هو الملقى على عاتق الشرطه حاليا في الوقت اللي احنا فيه ده. انا بتابع معاك يا استاذ محمد، يعني في بعض اساتذه العلوم السياسيه قالوا هو صحيح حق قانوني زي ما انا بتابع على الانترنت، لكن ال 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 ما ينفعش يعرضه في الوقت الحالي، يعني عارف ان في بعض الامور ربما يمنحها لك القانون، لكن لو مارست هذا الحق وحصلت عليه في توقيت معين ربما يضر بالصالح العام، هي دي المشكله. هل ترى ان التوقيت مناسب في ظل ان الناس متشحنه مع بعضها؟ بنساعد بس جهاز الشرطه، يعني الداخليه زي ما انت شايف، وكمان انتشرت فيها الاضرابات زي ما انت شايف، صور رهيبه، وخاصه كمان الساده الضباط الممتحنين عاملين كمان زي ما انت شايف، يعني وزير الداخليه لم يسمح لهم بمزاوله اعمالهم زي ما انت شايف. وكمان في يعني في طبقات كثيره من جهاز الشرطه عامله اضراب حاليا. طيب هو يا استاذ محمد، هو يعني يساعد الشرطه يشوف بعينه يعدي من البلطجيه، فهي كده برضه طبعا اكيد بيبلغ. طيب هو يساعد الشرطه ولا يكون معهم بديل عن الشرطه؟ بيحاول يمنع. طيب يساعد الشرطه ولا يكون بديل عن الشرطه؟ هو لا، ما يكونش بديل عن الشرطه، هو برضه بيساعد، لابد من وجود جهاز الشرطه، ولازم يقوم بدوره هو بالفعل. نحن نستغنى عنه تماما. شكرا جزيلا استاذ محمد من سوهاج. اتحول استاذ عاصم من استاذ عاصم من البحيره، اتفضل استاذ عاصم. أيوه السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش نشارك بس بالراي. تحت امرك. المفروض الشرطه نفسها يبقى يعني تصدر حاجه، يعني معلش يبقى في نظام هيكله جديده، معلش اغلبيه المراكز النهارده سايب المأمور ولا الكلام الضابط اللي يسدي المراكز ليه؟ دي حاجه. الثاني معلش المفروض الشعب يشارك النهارده، معلش البلطجيه ولا الغير ولا الغير، المفروض يشارك الشعب كله، يشارك مع الشرطه. ما هو يشارك لازم العمليه تتنظم، يعني هيشارك باي طريقه؟ يمكن ايام الثوره في ال 18 يوم الاولانيين لما يلقى الشرطه نفسها واقفه، لكن ما فيش الشرطه واقفه سايبه الشوارع. لا يعني انت، هل مثلا الشرطة لها كمين معين على الدائري، أو عندك في محافظة البحيرة في دمنهور قدام المحافظة ممكن 15 20 شاب يروح يقفوا معاهم ويساعدوهم؟ الموضوع محتاج تنظيم. طب لو واحد مات من الشباب دول، طب لو واحد منهم من الشباب دول اعتدى على حد وموته، تنظيم الموضوع هيتم ازاي؟ يعني ما هي دي المشكلة. لا مش القصد او بالمعنى، لا يقف معاهم، في تشجيع من الشعب. النهارده الشعب كله مرقي، سايب البلد كل منا، الجانب احنا رايحين لفين؟ البلد كل يوم عن يوم نازل عن يوم عن يوم. طب الحل في انك انت تعيد جهاز الشرطه لدوره، ولا تعمل لجان شعبيه من جديد وتعمل تمنح هذه الضبطيه للمواطن؟ لجان شعبيه مع الشرطه، لجان شعبيه. النهارده البلد ماشي في الهالك، النهارده اقتصادنا راح فين؟ شكرا جزيلا استاذ عاصم من البحيره، وما زلنا في البحيره مع الاستاذ محمود حسين. استاذ محمود، لا انا مش سامع مين معايا. استاذ محمود،
استاذ محمود حسين صوتك مش ظاهر للاسف. بعد الثوره طلع الثاني. لا لا عيد ثاني بعد اذنك عشان ما سمعتش كويس. بعد الثوره كانت جيبته مريعت. جيبها رجعت للشرطه وخدت حقها. بيطلبوا طلبات وطلباتهم بتتحقق. طب دور الشعب اللي مش عارف يطلب حاجه، دول اللي مش موظف، اللي قاعد اللي عايز ياكل عايز يشرب، فين الرقابه؟ الشرطه بص هي دلوقتي كل حاجه. انا دلوقتي عايز اشتكي حد غالي اسعار، عامل اسعار، عامل حاجه، ما هو بيخاف من الشرطه، من الشرطه اللي هتجيبه، هتنفذ عليه القانون. فين دلوقتي الشرطه؟ تيجي تقول لي طب انا ضد دبتك طيب، انا قاعد في بيتي مش لاقي ناكل ولا نشرب ولا عارف نمشي. طيب تقصد عليه مسك مين اني؟ تقصد ايه؟ مش عايز ياكل ولا عارف ياكل ولا يشرب، ما هو من حقه طيب يعني يضرب. طيب يعني. يا استاذ محمود انت كده مع يعني هذا الحق وممارسته للمواطن انه يقوم بالضبطيه القضائيه في الشارع؟ يعني انت تشوف واحد مثلا يعني بيعمل اي فعل خطا تمسكه؟ معلش انا بص معلش احنا بلد ارياف وبلد يعني انا نمسك واحد ليه اخوه لابن عمه عمره برضك ما هيسيبه حتى لو عارف انه غلطان. طيب بقول لك دي بدايه حرب اهليه. ما انا عشان نمسك واحد دلوقتي من بلد هنا من بلد جنب مين اقول لك هذا فلان مسكه ده هو ده اللي مسكه ده اللي مسلمه ده. طب الحل في ايه؟ الناس اقترحت هذا عشان الامن يرجع. كلمني ان في شرطه قاعد تمسكه تخوفه. انت قصدك ان الشرطه ترجع لدورها تاني، لكن موضوع اللجان الشعبيه ده انت مش موافق عليه ولا الضبطيه القضائيه للمواطن؟ لازم ترجع الشرطه لان ده دور الشرطه مش دور المواطن. شكرا جزيلا استاذ محمود حسين، شايف ان ده دور الشرطه مش دور المواطن. واتحول الى الاستاذ عيد وهو مصري مقيم في الدوحه. استاذ عيد اهلا بيك. يا مرحب بيك، كيف صحتك ان شاء الله؟ طيب. يا اهلا بيك يا استاذ عيد. يا اخي من فضلك يعني احنا لينا اراء. الناس المجندين اللي هم تبع مثلا الداخليه اللي هم هيطلعوا يعني انتقضى مدته في الداخليه. فبدل ما يطلع يدور على شغل ويشتغل بلدي في مدخل بلد او قريه يجي من بعد المغرب يستلم السلاح بتاعه ويقعد في فارق الطرق ومن حقه عربيه او دوريه تمر عليه. كويس مداخل البلاد والنجوع عندكم في كثافه في القاهره، لكن انا بتكلم على الارياف ومداخل النجوع. فالمفروض المجندين اللي هم يطلعوا في سبعه وفي خمسه مجندين اللي تبع الداخليه عندهم علم بطريقه التعامل مع الناس، فدول هم يقعدوهم بدل واحد ما يطلع يشتغل كويس ولا يكونوهم ويقعدوهم على المسارج هي ورديات تسلم ورديات ومنها في نفس الوقت يلهوا الشباب بدل ما يطلع الشارع بعد شويه يسرق. هيك يكون يعني يحطوا الخريجين ده هم المتجندين ويحطوهم في مداخل البلاد على الطريق السريع وتمر عليهم عربيه الشرطه تمر عليهم اللي عنده مشاكل شاغلين شاف والدين وهو كذلك. لكن كده هو برضه الناس حاجه تنتبه يعني خذوا اراء الناس البسيطه حتى توصلوا لعمق المساله. الامور بتحصل ما توصلش للداخليه بتستويها الناس او فلان والد فلان ده من عيله قويه ده انا لو قلت عليه هيجي يخرب بيتي هيجي من البيت هيجي. لا المفروض الناس تستوى يعني التعامل يبقى يعني في واحد ابوه راجل فقير ما يقدرش لو شاف حاجه مثلا المفروض الناس يعني إيه؟ لكن يكون تبع الدوله تبع الحكومه تبع الشرطه. كويس المجند اللي هيتخرج في لا يقعد تعال انت في المنطقه كذا وبلدك كذا تعال حط هنا وتعال انا بصرف كذا. يعني لو شرطك لو الناس جمت من كل بيت 20 جنيه وقف في الشارع تقول حوالي 400 جنيه اجرته 500 جنيه اجرته. طيب وصلت فكرتك يا استاذ عيد من الدوحه، شكرا جزيلا لك. ومصري مقيم في الدوحه. اتحول الى كفر الشيخ مع الاستاذ محمد ابراهيم. استاذ محمد مساء النور يا فندم. انا عايز بس اوضح لحضرتك النقطه الصغيره ان هي دي بدايه يعني بدايه حرب اهليه ما بين الناس وبعضها كده. يعني انا دلوقتي عشان الاقي واحد يعني عامل خناقه مع حد او عشان كده جاري ولا صاحبي ولا انا عشان اخده واطلع بيه اسلمه الاقرب اسم او اسلمه الاقرب شرطه فهو ده تبقى بدايه مشاكل ما بيني وبين جاري او ما بيني وبين اهلي. معايا حضرتك؟ الو ايوه سامعك يا استاذ محمد. بس يعني هو ربما بعض الناس فهموا هذا الحق الذي منحهم له القانون وليس النائب العام كما قال يعني المكتب الفني انه الموضوع لمواجهه اعمال البلطجه مش الخناقات اللي بين اتنين في الشارع ولا تلاتة. يعني مثلا لقيت حد بيعتدي على المجمع العلمي، لقيت حد بيحرق مقر اثار، واحد بيحاول يقطع السكه الحديد، اكيد الناس كلها عارفه ان ده بيمارس حق مخالف للقانون او بيمارس عمل مخالف للقانون.
فليه الناس ما تمسكوش وتسلموا للشرطه؟ كان لجان شعبيه في بدايه الثوره وكنا واقفين وكنا بنحافظ على، لكن دلوقتي الشرطه رجعت في كل يعني كل منطقه الشرطه رجعت في مكانها ومفيش اي مشكله ان هم يتصدوا للبلطجه ديت، لان هم اللي عملوا البلطجه، لان هم دلوقتي هم لو بيتصدوا للبلطجه مش هيبقى في بلطجه. يعني حضرتك بتقول ان لو الشرطه قامت بدورها مش هنحتاج لده كله. مش هنحتاج لكل ده يا فندم، يعني لو الشرطه والله وقفت في مكانها واتصدت للبلطجه واتصدت للمشاكل دي، يعني مش هيبقى في ان اصل معنى ان كل واحد يخلي باله ان مثلا في بلطجه بيتعاملوا في المنطقه دي فنجري نمسكهم، يبقى دي مسؤوليه كل فرد ومش هينفع بصراحه، يعني مش هينفع ان واحد بس يا مثلا يا استاذ محمد، احنا يعني كلنا نعرف ان كان من طبيعه الشعب المصري انه في الشارع لو لقى حد بيعمل غلط، كان زمان شويه كان كله يتجمع عليه ويعني يمسك به ويسلمه لاقرب نقطه شرطه، لما كان في جدعنه وشجاعه ويقول لك احنا شعب جدع وبنرفض الغلط في الشارع. ليه ما نسميش دي حق الجدعنه، ان احنا لو شفنا مثلا ولد بيعاكس مجموعه بنات ان احنا نمسكه، لا شفنا ولد بيهوش الناس في الشارع بمطوه نمسكه، ايه المشكله؟ حضرتك بتقول في نقطة معينة، النقطة ديت إن أنا لو لقيت شخص معين وأنا عارف إن الشخص ده بلطجي وهو من حقنا إن إحنا نقف ونتصدره، إنما دلوقتي جاي بلطجية وداخلين على مجمع وداخلين على منشآت، إحنا ما نقدرش إن إحنا نتصدى ليه؟ على كده إن هيحصل مشاكل ما بيننا وبينهم، يعني دلوقتي في ممكن في أرواح تروح بسبب حاجة زي كده، طب ليه الشرطة ما تقفش وتتصدى للحاجة ديت وإحنا بلا غنى عنها خالص يعني؟ شكرا جزيلا. يعني الأستاذ محمد بيقول إنه حتى لو هذا الحق سيمارس أو سيمنح للمواطن، ممكن هو بيؤديه يؤدي إلى مشاكل وتداعيات سلبية أخرى. ماذا لو حدث قتل بين الجانبين؟ طب هيكونوا مسلحين ولا مش مسلحين؟ فرضنا كانوا مجموعة من البلطجية ومعهم أسلحة، كيف سيواجههم المواطنون؟ كل دي أسئلة المواطن بيسألها. أتحول إلى السعودية مع الأستاذ أبو عمار وهو مصري مقيم في المملكة. أستاذ أبو عمار اتفضل. مرحبا يا فندم. أهلا بيك، إيه رأيك في القضية؟ والله انا بناشد وزير الداخليه ان يعني ايه في الفتره اللي هي فيها مؤامره واضحه يعني من بعض الجهات في الشرطه الاماكن الامنيه بتاعتهم، فبطالبوا بتدريب بعض المخرجين زي ما استاذنا بتاع الدوحه بيقول، يقوموا بدورهم في حفظ الامن في الاماكن اللي هي تخلت عننا الشرطه فيها، ولكن ترك الامور بالشكل ده خراب للبلد. طيب يا ابو عمار، حضرتك شايف يا ابو عمار ما يخفى على احد الاعمال البلطجه اللي بيقوموا بيها. ابو عمار حضرتك شايف ان المشكله في زياده اعداد الشرطه يعني، ولا هي المشكله فين؟ حضرتك بتقول نعين ناس جداد، ولا هي المشكله في ان جهاز الشرطه يكون عنده الاراده الحقيقيه للقيام بدوره، ولا هي المشكله في ان الشعب يعود لاحترام الشرطه مره اخرى؟ الشعب مش هيحترم الشرطه يا فندم الا اذا الشرطه قامت بدور مخلص في حمايه الوطن. يعني انت شايف حضرتك انا من القضيه المحله، يعني في امس اول امس حصلت جريمه قتل بشعه بسبب غياب الامن في المحله الكبرى، مين مسؤوليه تحاسب عن الكلام ده؟ يعني مين تحاسب عن الكلام ده؟ امن مكسر وبلطجيه منتشره في جميع انحاء الجمهوريه، مين يحمينا من الناس دي مثلا؟ يعني انا مقيم في السعوديه واهلي موجودين في المنطقه، انا مش امن على اهلي عشان اسيبهم. يعني طيب يبقى هنا الناس اللي بتقول ان هذا الحق سيحمي الشعب من البلطجيه والخارجين عن القانون، يبقى كلام مظبوط ولا ايه رايك؟ يعني اذا انت توافق على منح المواطن هذا الحق في القبض على المخالفين للقانون. انا بطالب دلوقتي بمنح المواطن الضبطيه القضائيه، ولكن بشروط يقننها لي وزير الداخليه، يقننها النيابه العامه، يقننها اي حد مسؤول، لكن ما تسيبنيش للبلطجيه وتقول لي دي هتسبب مشاكل، لا انت قنن لي الوضع. يعني انت هو ده موجود في القانون تمام، بس قنن لي الوضع بحيث ان انا استفاد منه، مش اطرق للبلطجيه وقطاع الطرق. حضرتك بتقول ان موافق على منح هذا الحق للمواطن كما يقره القانون، ولكن بشروط وبتنظيم في الواجبات وفي الحقوق. شكرا جزيلا ابو عمار، كنت معنا من المملكه العربيه السعوديه، مصري مقيم هناك. معنا الاخ نصر الدين من اسيوط. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ نصر، اتفضل. هو بالنسبه لحقيقه الضبطيه القضائيه ده للمواطنين دي هتعمل مشاكل جامده بالنسبه للمواطنين وبعضهم. يعني انا حاليا دلوقتي لو انا شفت واحد بيعمل حاجه غلط
انا راجل من قريه تبع اسيوط، هل اللي بيعمل الحاجه الغلط دي ملهوش حد مثلا؟ اكيد يعني ليه مثلا اخواته، هو اساسا من عيله قرايبه، وبعد كده العائلات زي ما انت عارف يعني اجل عيله النهارده تلقاها ما تقلش عن 15 20 فرد، يعني مش هيجي بال 15 20 فرد لو واحد يكون بيعز اللي انا مثلا عملت معاه حاجه ده او سلمته مثلا او تسببت له مثلا في حاجه وحشه، وغير كده انه يعني البلد انت هتقول لي انت مالك ايه دخلك؟ تعمل مشاكل جامده في البلد. طيب الحل يا استاذ نصر، اللي فكروا في هذا الحق فكروا فيه عشان يعيدوا ضبط الشارع مره اخرى، طب ازاي الضبط يرجع ازاي تاني؟ يعني اللي شايفه ان الاداره في كل حاجه يعني مش كويسه. يعني الاداره يعني بجميع المصالح، الادارات كلها يعني في سوء اداره. من كل الجهات. ازاي يعني انا مثلا في جهاز الشرطه في اللي شغال وفي اللي مش شغال. انا في مثلا المديريه في اللي شغال وفي اللي مش شغال، في التعليم في اللي شغال وفي اللي مش شغال، فده كله يعتبر سوء اداره مش حاجات تطبيق قضائيه، يعني كده نضرب الشعب ببعضيه. شكرا جزيلا، متشكر جدا استاذ نصر الدين من اسيوط. اتحول الى الاستاذ اشرف من المنصوره. استاذ اشرف، استاذ نصر الدين بيقول الموضوع كله موضوع اداره، يعني احنا مش محتاجين نفعل قوانين جديده وندي ضبطيه قضائيه للمواطن وندخل نفسنا في متاهات، احنا لو ادرنا جهاز الشرطه صح او معظم اجهزه الدوله مش هنلاقي مشاكل زي كده ابدا. وعليكم السلام، اتفضل يا استاذ اشرف. هو اذا بتسمح انا مع التطبيق لاسباب كتير جدا. اولا انعدام الامن اللي احنا حاليا موجودين فيه، ولان دي تجربه مرت يعني غالبا بسبب الخليج، الاحظ ان في شيء هناك بيسمى جهاز التحريات. جهاز التحريات ده مواطنين من نفس البلد نفسها ليس لها علاقه بالداخليه شخصيا بطريقه مباشره، لكن تشتغل في جهات ثانيه بتمارس حقيه التدقيقات القضائيه طبعا بطريقه مقننه. شكرا جزيلا لك، يعني انتهى الوقت. شكرا، كان دي اخر مكالمه من الاستاذ اشرف من المنصوره. بعد الفاصل وعلى راس الساعه نوافيكم بموجز لاهم واخر الاخبار، فابقوا معنا.